مرحبا أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم بالدرس الجديد من دروس الصف الأول المتوسط. وصلنا إلى الوحدة الثالثة الدرس الخامس Unit 3 Lesson 5 What's the matter؟ بمعنى ماذا يجري أو ماذا يحدث. What are they saying؟ ماذا يقولون. Read and work it out. Read بمعنى أقرأ وثم جد. هنا عندي أوكي صور ومقابل الصور أكو أسئلة، وهنا عندي أجوبة. راح نربط الصور والأسئلة مع الأجوبة. الأجوبة لازم تتوافق المعاني مالتها مع السؤال ومع الصورة. خلونا نبدي نقرأ ونترجم. I've just read a ghost story. I've just read يعني توان قرأت ghost story، قصة للشبح. Ahmed has gone to the beach without me. أحمد ذهب إلى الشاطئ بدوني. 3. I feel sick. أشعر بالمرض. I've eaten too much chocolate. أني أكلت الكثير من الشوكولا. بس انتبهوا إلى نقطة، أنه كل الأفعال اللي عندي هنا في حالة الـ PP الـ Past Participles، في حالة التصريف الثالث الفعل. هنا read طبعا هو المضارع مالتها read، نفس الإملاء لكن تقرأ read كأنه دا يقول أحمر. وهنا gone المضارع مالتها go، هنا eaten المضارع مالتها eat. ونكمل قراءة. Number 4. Somebody has taken my elephant. أحد ما أخذ elephant. Elephant هو الفيل. طبعا أيضا taken المضارع مالتها take. 5. I've forgotten my English books. أني نسيت كتاب الإنجليزي. أيضا forgotten المضارع مالته forget. Somebody has drunk all the lemonade. أحد ما شرب كل عصير الليمون. طبعا drunk المضارع مالته drink. 7. Dad found he's bought me a new computer. أبي اتصل هو اشترى لي كمبيوتر جديد. بوت هو المضارع مالته باي. راح اكتب لكم تصاريف الافعال، راح تظهر هسه عندكم بالشاشه. تقدرون توقفون الشاشه وتنقلون تصاريف الافعال، لان تصاريف الافعال جدا جدا مهمه. 8. Daddy has given me a present. ابي اعطاني a present. present بمعنى الهديه. زين خلينا نروح نقرأ ونجاوب عن الأسئلة. هنا عندي A. What's the matter ياسر؟ شنو المشكلة أو ماذا يحدث ياسر؟ شوفوا ياسر هنا شو مسوي؟ ماكل أكل وبعدين لازم راسه ولا لازم معدته. أي من هذه الجمل ممكن أربطها مع A؟ الجواب هو 3. I feel sick. I've eaten too much chocolate. أشعر بالمرض، أني أكلت الكثير من الشوكولا. B. What's wrong جاسم؟ شنو الموضوع جاسم؟ أو شنو الشيء wrong؟ يعني معناته شنو الشيء مو زين اللي صاير. Why are you angry؟ لماذا أنت angry بمعنى غاضب. انتبهوا على الصورة هنا. زين خلينا نربط البي مع جملة من اللي تحت. الجواب هو 2. Number 2. Ahmed has gone to the beach without me. أحمد راح إلى الشاطئ بدوني. شلون أنا عرفت هو هذا الجواب الصحيح؟ لين شوفوا. أوكي هذا وين موجود؟ بالبيتش. إذن الجواب صحيح. C. Tamara, why are you upset؟ لماذا أنت حزينة؟ أيضا من خلال الصورة راح نربط السي مع الجملة في الأسفل. الجواب راح يكون I've forgotten my English books. أني نسيت كتاب الإنجليزي. أيضا مثل ما قلت لكم، شلون عرفت؟ شوفوا هنا جنطة، هنا المدرسة واقفة يمها. أوكي فتأشر على جنطتها بما أنه هي نسيت كتاب الإنجليزي. وصلنا إلى دي. Why are you so happy, منى؟ لماذا أنت جدا سعيدة منى؟ خلينا نشوف. شوفوا هنا أنا بالصورة شايلة هدية بيديها. Daddy has given me a present.
أبي أعطاني present. present بمعنى هدية. E what is it, Zina? Why are you so excited? بمعنى ماذا يحدث زينة؟ لماذا أنت excited؟ excited يعني جدا متحمسة. okay so excited يعني جدا متحمسة. شوفوا هنا أنا أكو تليفون بالموضوع والبنية والأم. خلينا نشوف الجواب. Dad found his bought me a new computer. أبي اتصل. He's bought بمعنى اشترى لي كمبيوتر جديد. وصلنا إلى F. سلمان what's the matter, ماذا يجري. Why are you frightened, لماذا أنت خائف. frightened بمعنى خائف. الجواب رح يكون I've just read a ghost story. okay ghost story احنا قلنا انه هو سوى قرأ قصة عن الغوست. الغوست هو الشبح. اذا كانت قصة frightened مخيفة. G نورا what's the matter, ماذا يحدث. Why are you sad, لماذا انت حزينة. الجواب رح يكون 6 نقطة سادسة. Somebody has drunk all the lemonade. أحد ما شرب كل عصير الليمون. آخرين H. طبعا إحنا كنا دائما متعودين إنه نقول H. هو مو صحيح نقول H. هي H. يلفظ بهالشكل هذا. What's the matter, ماذا يحدث. Jack, why are you worried, لماذا أنت قلق. الإجابة بقت إن آخر شيء somebody has taken my elephant. أحد ما أخذ مالتي. أوكي الإليفنت. الإليفنت بمعنى الفيل. Now listen and check your answers. والآن استمع حتى تتحقق من إجاباتك. خلنا نروح نقرأ listening الملف الصوتي. أوكي ونترجمه حتى نشوف إنه إحنا حلينا بشكل صحيح أو لا. هذا هو الملف الصوتي. هنا الإجابات عندنا A 3 B 2 C 5 D 8 E 7 F 1 و G 6 و H 4. زين خلينا نبدأ نقرأ المحادثة. عندنا What's the matter, Yasser? I feel sick. I've eaten too much chocolate. What's the matter يعني ماذا يحدث أو شنو المشكلة. ياسر I feel sick, أنا أشعر بالمرض. I've eaten too much chocolate, أكلت الكثير من الشوكولاتة. What's wrong, جاسم, ما هي المشكلة جاسم. Why are you angry, لماذا أنت غاضب. Ahmed has gone to the beach without me, أحمد ذهب إلى الشاطئ بدوني. تمارا Why are you upset, لماذا أنت upset حزينة. I've forgotten my English books, أني نسيت كتاب الإنجليزي. Why are you so happy, منى, لماذا أنت جدا سعيدة. منى Daddy has given me a present, أبي شو سوى أعطاني present بمعنى هدية. What is it, Zina? Why are you so excited? لماذا أنت متحمسة؟ Dad found he's bought me a new computer. أبي اتصل بي. سوى bought اشترى computer, new computer, computer جديد. سلمان what's the matter? Why are you frightened? لماذا أنت خائف؟ I've just read a ghost story. أستوني قرأت قصة عن الغوست الشبح. نورا what's the matter, شنو الموضوع. Why are you sad, لماذا أنت حزينة. Somebody has drunk all the lemonade, أحد ما شرب كل عصير الليمون. What's the matter, ما هو الموضوع أو ما هي المشكلة أو ماذا يحدث أو ماذا يجري. Okay. Jack why are you worried, لماذا أنت خائف أو قلق. Somebody has taken my elephant, أحد ما أخذ elephant هو الفيل. إذن خلنا نروح مرة ثانية إلى الكتاب.
إذن إجاباتنا كلها كانت صحيحة. ربطنا هاي الكلمات مع الصور الموجودة فوق. ملاحظة أنه هنا الغرض من هذا الموضوع هو أريد أعلمكم شلون تسألون عن الشيء، يعني what's the matter، أريد أسأل شنو دا يصير، شنو الموضوع. أريد أسألكم عن المودز، المود مالتكم، أوكي، المزاج والفيلينج عن المشاعر، شلون أني أسأل عنها، أوكي، what's the matter، ماذا يجري، ماذا يحدث. هنا أنا كل شخص، أوكي، هنا أنا مرة قايل إنه أنا frightened، خائف، مرة قايل إنه أنا angry، مرة قايل excited، أوكي، مرة قايل worried، أوكي، مرة happy، مرة سعيد. إذن أريد أعلمكم إنه أنا أكو عدة أسئلة ممكن أسألها حتى أسأل عن عن هذا الشخص، أوكي، عن موده، عن feeling، عن المزاج مالته، عن الشعور مالته. وهنا الإجابات مثل ما واضحة عندكم بالصورة. إلى هنا ينتهي درس اليوم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.